ساعد إسرائيل لإنهاء عزلتها في الشرق الأوسط. تحرك ديفيد بن غوريون أول رئيس حكومة في إسرائيل نحو الدول غير العربية في المنطقة. استهدف الدول الواقعة على أطراف المنطقة فيما أصبح يعرف باسم عقيدة الهامش. استهدف أثيوبيا، لكن تركيا وإيران كانتا أهم. لم توجد عوائق تمنع من نمو العلاقات بين إسرائيل وتركيا أو بين إسرائيل وإيران، لكن ما أن تولى الدكتور محمد مصدق رئاسة الحكومة في إيران عام 51 حتى تغيرت الأمور. أما مصدق صناعة النفط في إيران، وضع بريطانيا التي كانت تحتكر صناعة النفط في مأزق سياسي حرج. في ذلك الوقت نفسه قطع مصدق العلاقات المتنوعة مع إسرائيل. أعلن أكثر من مرة أن إسرائيل لا تخدم سوى المصالح الغربية في المنطقة. President Truman's luncheon guest for their first meeting. The premier is urged to try for peaceful agreement in the quarrel over Iran's nationalization of British oil holdings. And the world hopes that from this friendly get-together, some solution will emerge. في صيف عام 53 دبرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية انقلابا ضد حكومة الدكتور محمد مصدق. تولى هذه المهمة كريمت روزفلت مسؤول الوكالة في الشرق الأوسط. أعيد الشاه إلى العرش. اعترف الشاه بفضل الولايات المتحدة عليه، منحها مزيد من امتيازات النفط، والأهم استجاب لرغبتها وسمح برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل. وفي سبعينات القرن الماضي تبادلت الدولتان السفراء. أيضا نمت العلاقات التجارية بينهما، وسرعان ما أصبحت إيران مزودا رئيسيا للنفط، بل امتد خط أنابيب بينهما بهدف إرسال النفط إلى إسرائيل ومنها إلى أوروبا. وتزايد التعاون العسكري والأمني بين طهران وتل أبيب، لكنه ظل في طي الكتمان إلى حد كبير لتجنب استفزاز الدول العربية. The United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular Prime Minister Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran's political development. And it is easy to see now why many Iranians continue to resent this intervention by America in their internal affairs. Moreover, during the next quarter century, the United States and the West gave sustained backing to the Shah's regime. كشف إريك كيفنسلاند المؤرخ في جامعة أوكسفورد عن بعض تفاصيل التعاون بين إسرائيل وإيران، لكن أكثرها إثارة للدهشة كانت أسرار التعاون الأمني بينهما. تولى الموساد تدريب السافاك. الموساد هو جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية، والسافاك هو جهاز الاستخبارات الإيرانية. السافاك اختصار لاسم منظمة المخابرات والأمن القومي الإيراني. تأسست المنظمة في عام 1957 وتعاونت مع وكالة الاستخبارات المركزية في التدريب على وسائل كشف الجواسيس، وتعاونت مع الموساد في التدريب على وسائل التعذيب. استخدمت السافاك وسائل تعذيب يصعب تحملها، وتنصتت على الجماعات والتنظيمات السياسية المعارضة. شاع بين الإيرانيين جملة همسوا بها، جملة بتقول: لا تدعو الله في سرك حتى لا يسمعك السافاك.